15 عام البنية هذه اسمها غفران الجرامي، خرجت من دارهم في المروج الخامس البارح 8 متاع الصباح تحديدا، ولليوم ما زالت ما رجعتش للدار. شهادات وصلت للعائلة نتاع عباد شافوها في بلايص مختلفة، وشهادات أخرى تقول اللي فما عملية اختطاف. نعاود نقول حسب بعض الشهادات وبرشا احتراز يقولوا اللي راو هالحدث هذا. إلى حد الآن مصير البنية مازال مجهول، إن شاء الله ترجع لعائلتها بالطبيعة لباس. احنا ناخذوا أولا شهادة العائلة، ومعانا على المباشر خليل الجرامي اللي هو أخوه غفران وعنده أكثر من 24 ساعة ونفهمه يلوج من بلاصة لبلاصة. يا خليل عسلامة. مرحبا بك خليل، شو أحوالك؟ مرحبا الحمد لله. الحمد لله. بيه خليل، تو انتم تلوجوا على اختك اللي هي خرجت البارح 8 متاع الصباح غفران، عمرها نهار الاربعاء 8 متاع الصباح، نهار الاربعاء 8 متاع الصباح مش نهار الخميس، نهار الاربعاء 8 متاع الصباح، معناتها تو عندها اكثر من 48 ساعه. بيه انا خليني نسالك سؤالات ومثال جاوبني قد ما تنجم. فما خلافات، فما حاجه في العائله تخلي نمشيو للبيست مثلا نتاع انها عملت اون فوغ كيما نقولوا بالفرنسويه، معناتها قررت تغادر المنزل وقررت تهج بالدارجه؟ لا، مش حتى خلافات، ممكن حتى خلافات ما فماش حتى خلافات في العائله؟ لا، فماش حتى خلافات في العائله. باهي، شنو اللي صار بالضبط؟ تحكي لنا كيفاش خرجت 8 متاع الصباح، شنو لابسه؟ هات نحاولوا احنا بيدنا نعاونوا بالكش شويه، وكيفاش شنو الشهادات اللي وصلوكم اللي خرجت غفران؟ والله هي خرجت 8 متاع الصباح، خرجت امها تاعها في اختها معناها الصباح، خرجت تلقاها للمكتب. هز اختها الصغيرة. رجعت ما لقاتش، اي 8، خرجت 8 متاع الصباح تشيحها للمكتب، رجعت في الدار ما لقيتش 8 ونص. 8 ونص معناها هيك رجعت ما لقاتش غفران في الدار. اي. 8 ونص سمعت اللي غفران تعديت قدام ميني فري مجازان. اي. من وقتها غفران ما فماش معناها. خرجوا يلوجوا عليه. غفران ما فماش. العشية جا سؤال، ما عندها تليفون غفران ولا ما عندهاش؟ لا ما عندهاش تليفون. ما عندهاش تليفون صغيرة به؟ اي. هكا بعد العشية جا تليفون اللي غفران شافوه في المروج دو. اي. عائلة كراش. مشاو للمروج دو، لوجوا في المروج دو ما فماش، البلاصة اللي نعطوهم عليها ما فماش. ولحد هذه الساعة كل مرة يجي تليفون في البلاصة، مرة في المروج، مرة في كوشينة، مرة في سكرة، كل مرة في البلاصة. بيه معناتها الشهادات اللي جاوا الكل شنو يوصفوا؟ يقولوا لي هي راوها تمشي، راوها في بلاصه، شنو يقولوا لكم؟ اخر واحد شافها معناها في رونبون الغله المروج مستروار. اخر واحد شافها معناها تخبيت بعدها في الحانوت، ومن بعد رجعت فما راجل يتبع فيها، جيت وقفت بحذا الراجل هذا تاع الشاويه بحذاه، ومن بعد خرجت من الشاويه ومشيت. وهو الراجل معناتها جيت تخبيت معاه وقالت لي فما شكون قاعد يتبع فيه. باهي خليل، توا انتوما معناتها علمتوا السلطات، علمتوا الشرطه، وين وصلتوا بالضبط؟ علمنا مركز المروج مرشطات. وتوا هذه جات انا قابلني في كل مباراه، نورمالمون تعلمت السلطات الكل. هذا الكل صار توا معناتها، من قبل معناتها كان مروج معناتها تعرف تتحرك كهاو. انا راه في فيديو سيرفيونس تواري في غفران، الفيديو سيرفيونس هذايا اللي بعثتوها صحيح، هي هذيك اللي شافها، هذيك اخر كاميرات شافت غفران، هذا اخر كاميرا شافت غفران بحذا الراجل اللي تخبيت بحذا شويه في الحانوت وقالت له راه فما شكون يتبع فيه. صحيح. هذيك اخر كاميرا. باهي. من بعد ما فماش، بعد ما فماش بالكل. باهي، ان شاء الله احنا نتمنيو بالطبيعه اللي هي ترجع لباس ان شاء الله. كيفاش العباد تنجم تعاونكم؟ كيفاش العباد تنجم تتصل؟ انا راه فيها لابسه سروال احمر هكا في الفيديو، هزه ساكادو ومريول في الجري، ومريول في الجري. باهي، وعمرها 15 عام. عمرها 15 عام، وما هي مريضه، ماني عندها السكر، ماني باز توا ديجا داخله، ماشي بلاصه مزلاج. بسم الله عليه، ان شاء الله تكون لاباس. باهي، كيفاش العباد تنجم تتصل بكم باش تنقل الشهادات نتاعك؟ الرقم نتاعي اللي هو قول. بسم الله عليه الرقم قل لي 29 300 332. باهي، نعاودوا 29 332 632 هكا 639. هاتوا نعاودوه مرة أخرى، واحدة أي 29 332
639. خليل انا نحب نشكرك على الشهاده نتاعك، ان شاء الله غفران ترجع سالمه غانمه يا ربي للدار، ونسمع عليها كان اخبار الخير. وبارك الله فيك اللي انت تكلمت، الناس الكل كنتوا تسمعوا في الشهاده نتاع خليل اللي تكلمنا باش يقول اللي اخته مختفيه واختفاء غامض من نهار الاربعاء الصباح في المروج الخامس، برشا ناس راوها في برشا بلايس. واخر شهاده اللي ورتها لكم الكاميرا سورفيونس اللي تنجموا تشوفوها على الباج فيسبوك راديو اف ام، تعديت بحذا حانوت وتخبيت شويه، قالت فما شكون يتبع فيها، دونك انتم كنت نجموا تعاونوا، مرحبا بكم، وان شاء الله نتبعوا الاخبار هذه ونسمعوا اخبار باهيه على غفران اللي هي زاد كانت تسمع فينا وكان خرجت بطريقه طوعيه، نقولوا لها راهو العائله نتاعها متحير عليها برشا برشا برشا، وان شاء الله ترجع وتكون لاباس ولا تطلب المساعده كان هي محتاجه المساعده. وكيف ما قلت نتمنى لها ان شاء الله السلامه. به احنا من المروج نمشيو مباشره السيدي بوزيد، من بعد شويه ما قبل هذايا كيف ما خذينا خليل باش ناخذوا شهاده مواطن اخر في نفس الموضوع، احد المواطنين اللي شافوا غفران بعد خروجها من الدار. سي لطفي معنا بالتليفون، يقولوا لي سي لطفي ظهر لي معلق علينا سي لطفي ميساج. شات نعاود نفكركم اللي غفران عمرها 15 عام، خرجت نهار الاربعاء 8 نتاع الصباح من المروج الخامس، برشا شهادات راوها كما قال خليل بحذا رومبوان الغله في المروج، في المروج 2 راه في برشا بلايص. واخر حاجه واحد عنده حانوت دخلت بحثات تخبيت كشك، يقولوا لي طلبت قالت راه فما شكون يتبع فيا، ومن بعد غادرت الحانوت ومشيت. لا فيديو سورفيونس توري غفران تعرف عليها اخوها، السلطات المعنيه في بالها، وان شاء الله ينجم شكون يتعرف عليها ويعاونها انها ترجع لعائلتها، والا يعاونها كان طلبت المساعده. نرجع يمكن باكثر تفاصيل مع سي لطفي بعد شويه كان تحصلنا عليه بالتليفون، اما كما قلت لكم هات نمشي قبل سيدي بوزي.